كشفت مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان إنه يتقاضى ما يقارب ب20 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 1,250,000 دولار أمريكي، عن دوره في مسلسل المشوار. وكان طرح محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة متعودة على قناته الرسمية على يوتيوب، والكليب رواج كبير بين الجمهور. وقد كتب رمضان عبر صفحته متعودة على ترند يوتيوب: فرنسا رقم 1 في الجزائر.